يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعاً، يا أهلاً وسهلاً. النهاردة طبعاً الخميس، وكعادتنا كل يوم خميس عندنا حلقة خاصة عن الظواهر وحصاد الأسبوع في الدوري العام المصري الممتاز، أسبوعه العاشر. ثم نختتم أيضاً كالعادة بمسابقتنا السياحية الفنية الرياضية. هيكون ضيوفنا في الفقرتين هم الكباتن الكبار علاء إبراهيم نجم مصر والنادي الأهلي، والأباني نجم مصر ونادي الزمالك. في البداية وكالعادة باقة من آخر أخبار والمستجدات، بنبدأها بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: برأيك هل يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم؟ يعني من وجهة نظر حضراتكم، هل الأهلي يحتاج إلى صفقات جديدة؟ ولو حابب تقول في أي مراكز تمام، بدءا من الجول كيبر حتى رأس الحربة، هل هو محتاج مراكز معينة؟ انتوا براحتكم قولوا كيفما شئتم. النهاردة الحقيقة كان خبر محزن الحقيقة، مش في مصر ولا في الشرق الأوسط ولا في العالم كله. وفاة طبعا الجوهرة السوداء بيليه عن عمر يناهز 82 عام، بعد رحلة معاناة مع سرطان القولون. ربنا يبعد عن كل السامعين يا رب، ونموذج يحتذى به. لقطات مع مارادونا، لما مارادونا توفى قال بيليه: أأمل أن نلعب معا في السماء. حاجة يعني شيء مؤثر والله للغاية حقيقة يعني. وبيليه جه مصر هنا انتوا عارفين طبعا مع نادي سانتوس، ولعب مباراة جميلة، لأن هو طبعا يعني شبه معتزل يعني. لكن طيب، نسيب الجزء الحزين بقى ونروح لكرة القدم المحلي. النهاردة طبعا كان عندنا ختام الأسبوع العاشر من الدوري العام المصري الممتاز، أو ستختتم مباريات الجولة العاشرة بكرة إن شاء الله. كان عندنا النهاردة مباراتين، الساعة 5 المصري أمام أسوان، وانتهت بفوز أسوان 2-1 على ملعب النادي المصري. والمباراة الثانية كانت الزمالك أمام الإسماعيلي، وانتهت بفوز الزمالك 3-1. هنشوف ملخص سريع للمصري وأسوان، ولازم الحقيقة نشيد بفريق أسوان. أسوان مع المدير الفني اللي في الصورة ده، كابتن أيمن الرمادي، الحقيقة حقق يعني هقول إنجاز كبير للغاية. ما شاء الله، أسوان النهاردة راح للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، متساويا مع سيراميكا بنفس الرصيد والمقاولون بنفس الرصيد. يعني شيء الحقيقة لم يكن متوقع على الإطلاق، لأنه لما تيجي تتكلم عن أسوان لازم تعرف أنه أقل الإمكانيات ربما في الدوري كله، أقل الإمكانيات المادية، ولكن مع مدير فني أثبت وجوده في الكرة المصرية. كان هو طبعا نجم التدريب في الإمارات الحقيقة، وحقق إنجازات كبيرة جدا هناك مع أندية في الدوري الممتاز، وعاد إلى مصر مرة ثانية من بوابة أسوان عشان يثبت أنه مدير فني على مستوى كبير، على مستوى كبير. 4 انتصارات ولا في الأحلام حقيقة يعني. وناهيك عن الانتصارات، أداء أسوان نفسه أداء أصبح مقنع وممتع، مقنع وممتع. ولما تبص لفرقته
يعني عمرو حسام، لازم اقول اسمائهم تكريما لهذا الفريق ولمديره الفني، عمرو حسام، محمد مصطفى ميدو، كاستيلو، اسلام صلاح، علي فتحي، رافائيل ياجوا، احمد خالد، احمد بالحاج، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، وديلسون كاموني. وبعدين لازم كمان اقول ان اسلام جمال نزل بدلا من اسلام صلاح في الدقيقه 60 وكان اكثر من رائع. اسلام جمال عرض على طلائع الجيش ولم يقيد في طلائع الجيش مطلع هذا الموسم، خطفته اسوان واثبت انه يعني صفقه رائعه للغايه. كل اللعيبه بتاعت اسوان الحقيقه ما شاء الله، انتشار، تناقل للكره. طيب معانا الاستاذ الشافعي صالح، رئيس مجلس اداره نادي اسوان. يا استاذ شافعي، مساء الانوار والف مبروك. مساء النور على حضرتك، بس استاذن سعادتك المستشار الشافعي صالح. بس سياده المستشار الشافعي صالح، انا اسف. وبعدين ده انت يعني، ده احنا معرفه من زمان سعادتك يعني. طبعا طبعا يا سياده المستشار، طبعا طبعا. حضرتك كنا في لجنه التظلمات في اتحاد الكوره زمان. مظبوط حضرتك يعني. وانا يعني اولا بتقدم لحضرتك وبرنامجك المميز وكل العاملين معاك بكل الشكر والتقدير باسمي وباسم مجلس الاداره وجماهير اسوان على اهتمامك بنادي اسوان واخبار نادي اسوان. وانا سمعت طبعا اللي انت بتقوله، ده شيء يعني احنا بنقول دايما في حق حضرتك، بتدي كل الفرق حقها بغض النظر عن الاهلي والزمالك هو اللي موجود في المنظومه. انت عندك ال 18 كلهم بتعملهم طبعا واحد طبعا. وده شيء يحسب لحضرتك، مش مجامله لحضرتك. انا بسمع برامجك كلها ومن الناس المنتظمه لحياديتك، للحياديه اللي عند حضرتك للامانه، الحياديه الخالصه للامانه يعني. يا رب يخليك يا سياده المستشار. يعني انا عايز اقول ما شاء الله، يعني اولا كيف تم التعاقد مع الكابتن ايمن الرمادي؟ والله الكابتن ايمن الرمادي ابن النادي. اولا انت عارف حضرتك احنا بعد تعثر اخونا العزيز الكابتن ربيع ياسين في الثلاث مباريات اللي احنا بنكنن له كل احترام، هو طبعا الكابتن هيثم عرابي كانش عنده حظ، لان هم الناس هم اللي عملوا الفرقه للامانه، كل واحد ياخد حقه يعني. صحيح. هو الكابتن ايمن طبعا جه بعديهم. لكن النهارده كان هو، احنا كنا في ازمه نجيب مين ومين، وحضرتك برضو كنت من ضمن الناس اللي اتكلمت وبتساعد معانا ان احنا نجيب حد. لكن في النهايه كان احد المخلصين من ابناء النادي اللي لعب مع الكابتن ايمن في في في, في النادي، لان الكابتن ايمن 89 90 كان هو يعني الليبرو بتاع نادي اسوان. والله دي معلومه جديدة بالنسبة لي. لا لا باشا، وهو اساسه جذوره من اسوان، ده الجديد يعني. حضرتك فالراجل كلمني في عضو الجمعية العمومية وراجل من ضمن المحترمين اللي بكن لهم كل احترام في النادي، قال لي طب ما تشوف التجربة. قلت له انا كابتن هتخوف من التجربة، الراجل ماليش في الدوري المصري وما لعبش في الدوري الايه المصري. قال لي لا، الراجل ده واخد احسن مدرب في الامارات على 3 سنين على ورا بعضيهم، وعنده مزبوط فكر معين، وخليك برضه خارج الصندوق وفكر في الفكر دي وربنا يكرمنا فيها. والامانه يعني انا تواصلت مع الكابتن ايمن وهو في الامارات، اول كلمه قال لي النادي ليه حق عليا وانا ابن النادي، من غير تفاصيل ومن غير فلوس ومن غير اي حاجه انا هكون حاجي للامانه. وعشان كده انا بتوجه له بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسم شعب اسوان العظيم كله، وبنهدي هذا الفوز لشعب اسوان وجمهوره وجمهور جمهوريه مصر العربيه كلها اللي بيحب اسوان للامانه. طبعا زي ما احنا لامسين وزي ما احنا شايفين يعني. فالحمد لله الراجل كان عنده ارتباط، حتى وقتها كان داخل كاس العالم وكان مرتبط بتحليل في قناه ابو ظبي. مظبوط. والراجل ساب ده كله وجه اسوان، فاحنا برضه بنكرر شكرنا ليه تاني. الحمد لله من وقت ما جه غير في اللعيبه وعرف يطلع اللي عندهم، والحمد لله ماشي كويس. نتمنى ان شاء الله باذن الله الاستمرار على هذا النهج، واحنا كاداره كابتن احنا بنحاول قدر الامكان ومن خلال ميكروفون حضرتك بتقدم بخالص الشكر الجزيل لسعاده اللواء القائد اشرف ضيع عطيه محافظ اسوان، اللي هو واقف بجنبنا وداعم يعني جيد للفريق في كل لحظه، والراجل بيتابع وبيشوف كل اللي احنا عايزينه ومش متاخر مننا في حاجه. بس طيب. انا ليا طلب عند حضرتك. فضل. عندي مشكله مزمنه. فضل. ويا ريت يعني بخبره حضرتك وبرنامجك المسموع والمسموع واللي يشوفه الناس، النهارده الدوري فيه 18 فريق.
كل فريق هيجي أسوان مرة واحدة، أنا بطلع 17 مرة من أسوان. صحيح صحيح. فأنا عايز تكافؤ الفرص، كانت محلولة حضرتك من 3 سنين، كانت الشركة الراعية كانت بتدي أسوان 40 تذكرة بتاعت مصر للطيران، و 40 تذكرة عودة و 40 ذهاب. احنا عايزين دي تاني ترجع مرة تاني، وليس لدينا مانع سعادتك من ان احنا الشركة الراعية تحط اعلاناتها على على على, على ملابس الفريق، تحط اعلاناتها في الاستاد، تحط اعلاناتها في التلفزيون حسب العقد اللي موجود مع برزنتيشن يعني. نعم. او اسمها الشركة المتحدة. احنا اتكلمنا مع سيف بي وزيري، واتكلمنا مع سعادة النائب احمد دياب، واتكلمنا مع المسؤولين في اتحاد الكورة بقيادة جمال بي اعلام، وكل المنظومة يا جماعة عشان نستمر. لان انا كابتن مش عايز اجي بعد 3 ماتشات ويقول لك اسوان مش جاي الماتش ده، مش جاي عشان ما عنديش فلوس. فانا يعني برضو شوف حضرتك يعني نتمنى ان نجد. حضرتك عرضت بوضوح وصوتك اكيد وصل، واتمنى يا رب تتحل. ده يوديني يا سياده المستشار لسؤال بقى. نعم. الميزانيه الكره في نادي اسوان كلها على بعضيها تقريبا كام؟ والله ما اقدر اعمل ميزانيه. انا سعادتك انا للامانه احنا انا ومجلس الاداره من الاخوه المحترمين اللي معايا كلهم اللي بكن لهم كل احترام، وهم أيوة. كلهم افاضل. نعم. ان احنا بنمشي ماتش، يعني لو قلت لحضرتك انا بمشي ماتش بماتش. يا نهار ابيض. والله بمشي ماتش بماتش. انا النهارده يعني كنت بدور على التذاكر اللي بيجيبوها اللي هيرجعوا بيها بكره من 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 القاهره عشان ماتش الزمالك يوم 2. ده ادوب يعني الفلوس اللي في النادي بعتها عشان مصر عشان اجيب بيها التذاكر. ومش عارف عندي هيكون عندي فلوس تاني عشان اطلع ماتش البنك الاهلي ولا لا. فانا ما عنديش ميزانيه كابتن، ولا انا شركه، ولا انا مؤسسه، ولا انا ولا انا ولا انا. انا نادي جماهيري غلبان جدا جدا. ما عنديش اي مقومات ماديه، ولذلك انا النهارده لو ما اتحلتليش مشكله الطيران بقول لحضرتك ربما خلال ماتشين ثلاثه مش هعرف العب تاني يعني. لا لا لازم تلعب تاني وتالت. طب سؤال تاني يا سيادة المستشار، سؤال يا ريت حضرتك تجاوبني عليه. نعم. اعلى يعني من غير ما نقول اسماء، انا 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 غرضي من السؤال عايز اخد قيمه ارسيها يعني في القيمة. القيمة التسويقية، اعلى قيمة تسويقية عندي انا لم تتعدى 850 الف جنيه للاعب. اعلى واحد بياخد 850 الف جنيه. 850 الف جنيه. واقل واحد. واقل واحد يعني ممكن 300. ممكن 300. لان انا في ناس عندي حضرتك معايا اولادي، اولاد النادي موجودين معايا، طلعوا معايا من الدرجه الثانيه للممتاز، فموجودين يعني دول مش بيتكلموا في فلوس كتيره. فانا النهارده ولذلك انا احد الماتشات كنت بتكلم مع زميل كان حاضر معايا بقول له يا كابتن انت عندك لاعب واحد لو فكيته هيجيب فرقتي دي كلها. ده يجيب الفرقه بالاداريين بالمدربين بكله. بالمدربين بكله. بكله والله العظيم. والله الحمد لله يعني. طب بصراحه الحلوه دي يا سياده المستشار اقدر. نعم. اسال سؤال مالي تاني بعد اذنك. اتفضل اتفضل اعلى مكافاه فوز كام؟ اعلى مكافاه فوز 8000 جنيه. يا خبر ابيض. 8000 جنيه اعلى مكافاه فوز. دي اللي خارج الارض. اللي هي خارج الارض وعلى ارضنا. وعلى الارض لا دي 6000 جنيه. والله يك والله العظيم انتوا ابطال، والله العظيم انتوا ابطال. انا بشكر اللعيبه الرجاله دي. انا الان انا عندي فايز 4 3 مرات ادوب صارف 2 فيهم، صرفت بتاعت فاركو وبتاعت سموحه لسه صارفها امبارح او اول امبارح. انت كسبت فاركو وسموحه والمصري والنادي الرابع مين؟ المصري الاول فاركو. وبعديها المصري ده النهارده. وسموحه. ايوه. وفي في رابع وامبي 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 2-0. بتاعت 2-0 دي ما شاء الله. 4 أندية كبار. اربع انديه كبار. انا بحييك يا سياده المستشار والله. شاكرين لحضرتك. ويعني انا واثق تمام الثقه بحياديتك المعروفه عن حضرتك ان انت مشكلتنا دي هتصل لكل المسؤولين. هتصل مليون المية وان شاء الله. ما فيش رجال اعمال طيب بيدعموا خالص؟ والله ما في خالص يا كابتن. والله ساعات اللي هو ما في حد خالص. يعني ده حزين الواحد على كده يعني. يعني ايه النادي النهارده بيحمل اسم المحافظه، المفروض يكون كل رجال الاعمال اللي موجودين. بس هو عندنا مشكله ساعات اللي هو ان هي انت عارف ثقافه التبرع للكوره مش موجوده في اسوان. يقول لك انا اتبرع لجامعه، اتبرع لاي حاجه بس ما اتبرعش الكوره. ليه؟ ده الكوره بتسعد الناس في اسوان دلوقتي، بتسعد الناس كلها، والكوره امن قومي يعني مش طبعا طبعا طبعا.
ان شاء الله ربنا ييسر تتحل يا حضرتك. رب بإذن الله. بشكر حضرتك على المداخلة الكريمة دي. انا اللي بشكر، وبشكر حضرتك على اهتمامك باسوان وبنسم نادي اسوان، وان شاء الله باذن الله واثق بعد ما حضرتك هتصير المشكله ان شاء الله هيكون لها حل ان ان شاء شاء الله. الله يا رب ان شاء شكرا الله. كابتن شكرا شاكين سيادة لحضرتك، المستشار، شكرا اشكر شكرا حضرتك، لحضرتك، شكرا شكرا جزيلا، شكرا 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 جزيلا طبعا لسيادة المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان. وأسوان يستحق الرعاية حقيقة، يعني أولا هو ممثل الجنوب، يعني أسوان هو ممثل الجنوب. كمان أسوان بيسعد، يعني بيسعد شعب أسوان، وأعتقد بيسعدنا كلنا لأن إحنا بنحب أسوان. مين فينا ما بيحبش أهل الصعيد بشكل عام؟ وممثلهم حاليا هو نادي أسوان، هو ممثل الصعيد حاليا أمامنا نادي أسوان. والأجمل إن نادي أسوان بيقدم كرة حلوة دلوقتي والله العظيم، وأنا بحلف أهو إن لما بقى عارف إن في مباراة لأسوان بحب أتفرج عليها. أنا ما بقاش في عندي فرصة أشوف كل الماتشات يعني، لكن أسوان تحديدا بحب أتفرج عليها لأن الفرقة بقى شكلها حلو قوي وبتلعب كرة حلوة قوي، واللعيبة منتشرين في أرض الملعب. طبعا ده كل فكر، ده فكر مدرب، لأن القماشة هي اللي موجود، لكن المدرب استطاع ان هو يعمل التوليفة الصح الاول على ارض الملعب، وبعدين التخطيط على ارضية الملعب بشكل رائع. انا بقول ان الكابتن ايمن الرمادي قدم نفسه مديرا فنيا نابغا للكرة المصرية، هو قدم نفسه بس ما حدش يخطفه من اسوان، خليه مع اسوان. انا عارف ان مع نهاية الموسم ده اندية كبيرة هتدور عليه، ان الراجل بسيط وهادئ ولكنه عملاق في التدريب. ده اللي انا شفته واللي حضراتكم شفتوه على مدار 4 مباريات. انت بتتكلم، مش عايز احسد، انا عندي خشب هنا، عندي خشب اهو، مسكت الخشب اهو، مش عايز احسد. ده فاركو ده اللي كسبه اسوان زي ما قال سيادة المستشار، اللعيب الواحد بميزانية اسوان كلها، ده بيقول لك اعلى عقد عنده 850,000 جنيه، وعنده عقد ب 300,000 جنيه. اتعلموا يا ناس، اتعلموا. ما هو اللي مضيع مستوى، مش عايز اقول، مش عارف اقول ايه، مش عايز اطلع كلمه من بقي، لكن الكوره على مستوى المنتخب ليه؟ لان احنا بدانا ندلع اللعيبه اوفر اوفر اوفر. ما هي لعيبه زي الورده اهي ومكسره الدنيا اهي، وعامله 4 فوز ورا بعض اهو. هيتعادل هيتغلب، مش هيفضل طول الوقت يكسب عشان الناس تبقى فاهمة، لكن هو عمل فرقة كورة وقدمت فرقة محترمة ولعيبة على مستوى عالي جدا على أرضية الملعب. العملية بقى مش ده بقى ب 30 مليون وهات ده ب 2 مليون دولار وهات ده مش عارف ايه وهات ده بايه وايه ونقي وبقي. وبعدين حتى لما تبص حتى لمكافئاتهم بيقول لك 8000 جنيه خارج الأرض و 6000 جنيه على الأرض. في أندية بتدفع 40,000 و50,000 جنيه. يعني أنا حبيت أسأله، ومشكورا سيادة المستشار الشافعي جاوبني، عشان تبقى رسالة للأندية تفهموا بقى إن العملية مش إن لازم تجيب كل واحد بفلوس قد كده. وأحمد زي الحاج أحمد، مش بعيد عنه يعني، أحمد مش بعيد عن الحاج أحمد، قريبين من بعض والله. بس إحنا نفهم ونبطل دلع ونبطل سمسارة، خلي بالك ما بتكلمش على نادي بعينه ولا حد بعينه عشان محدش يمسك عليها كلمة، لكن في شغل بيتعمل، في شغل بيتعمل والله أعلم. نتمنى أن يكون هذا هو الأمر. طيب نروح بقى لمباراة الزمالك والإسماعيلي. طبعا قبل ما نشوف الهايلايتس، كابتن أحمد حسام ميدو هذه أول مباراة له مع نادي الإسماعيلي، والحقيقة أنا بحييه أن هو قبل المهمة. المهمة ما هيش سهلة. مهندس يحيى كومي اتكلم مع كابتن حمزة الجمل الأول خالص أنه يستمر هذا الموسم. كابتن حمزة الجمل كان له مستحقات من السنة اللي فاتت ما أخدهاش، و
كان في كلام ان هو هيقسط المستحقات او كذا لاجل عيون الاسماعيلي والحكايه والروايه، ويتنازل عن جزء مش قليل منها، لكن في النهايه المهندس يحيى قومي ارتأى ان يستعين باخر، وهذا حقه كرئيس نادي وكمجلس اداره طبعا. جم قعدوا مع الكابتن ابراهيم حسن ومعاه الكابتن شريف خليل مدرب الفريق اللي هم معاهم في المصري دلوقتي يعني، وتحدثوا عبر الهاتف مع الكابتن حسام حسن اللي كان في قطر على ان هم يتولوا المسؤوليه. ولكن في هذا التوقيت المصري اقال الكابتن ايهاب جلال، مش لسبب عدم كفاءه لا سمح الله، ولكن لانه حصل مشاكل بين الكابتن ايهاب جلال وبين جمهور بورسعيد، فالنادي يعني قال لك مش عايزين مشاكل وخلاص. وبالتالي الامر ما مشيش مع الكابتن حسام حسن وجهازه، وتم الاستعانه بالكابتن ميدو. انا بحيي ميدو ان هو قبل المسؤوليه دي، مسؤوليه مش سهله. هو اشتغل هناك 2014 قبل كده، وقدم موسم طيب معهم، او الفتره اللي عدا كانت اعتقد 6 شهور، قدم اداء جيد. والكابتن حسام ميدو عنده عقليه تدريبيه متطوره، والا ما كانش راح السعوديه درب في السعوديه في الدوري الممتاز هناك يعني. ولولا مشكله هناك على مش عارف الفيسبوك اللي بيسموها ايه، كان هيكمل هناك يعني. يعني ما رجعش لعدم الكفاءه، لا خالص يعني. النهارده يعني في الولايه الاولى لعب 9 مباريات، كسب منهم 4 مباريات وكانت ظروف صعبه، وتعادل 3، يعني كويس يعني. طيب النهارده الاسماعيلي قبل ما اتفرج على الهايلايتس ادى اداء طيب جدا، وكان انتشاره على أرضية الملعب رائع جدا. والشوط الثاني لو اللعيبة عندها تركيز على المرمى ممكن كانت تغيرت النتيجة. اوعى تنسى ان انت بتلعب قدام الزمالك، واوعى تنسى ان الزمالك وراه جمهور عظيم في المدرجات وخارج طبعا الملعب ده اكيد، واوعى تنسى ان الزمالك النهاردة كان عنده حافز كبير جدا انه يكسب عشان يعتلي قمة جدول الدوري. كل دي حوافز اضافيه في اداء الزمالك. لكن الشوط الثاني الاسماعيلي كان افضل في اوقات كثيره جدا، وقدم اداء ممتع للغايه حقيقه. نتفرج على بعض اللقطات من هذه المباراه اللي انتهت طبعا زي ما قلنا بفوز نادي الزمالك 3-1. النهارده الزمالك بدا بتشكيل من محمد عواد، حمزه المثلوسي، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، وبعدين امام عاشور، نبيل دونجا، عمرو السيسي، يوسف اسامه نبي، احمد مصطفى زيزو، وده الهدف طبعا اللي دخل في مرمى نادي الزمالك بالخطا احمد ابو الفتوح في مرماه في الدقيقه 3، وكان راس حربه سيف الدين الجزيري. الاسماعيلي كان محمد كوكو، حمدي النقاص، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي، صالح جمعه، محمد حسن، محمد مخلوف، ياو انور، احمد مدبولي، وباسم مرسي. بص خلي بالك فتوح هو طبعا بالخطا، لكن صالح جمعه لفها لفه جميله جدا الحقيقه يعني. وصالح جمعه شايفه النهارده ما شاء الله فاقد جزء كبير من وزنه، ودي حاجه كويسه جدا، وبدا يعود لمستوى ان شاء الله يقترب من المستوى اللي احنا نعرفه عنه، لكن هو بيتطور كل يوم يعني. صالح جمعة بيتطور باستمرار مع تثبيته على ارضية الملعب، هيبقى حاجة جامدة جدا جدا جدا. الشوط الاول بعد هذا الهدف نادي الزمالك الحقيقة حاصر بقوة، وادي هدف مفيش اجمل من كده من يوسف اسامة نبيه، احد اكتشافات فيريرا. الجمال في الهدف طبعا زيزو اولا رفعها من يدوبك على خط المرمى، وبعدين لمسها الحقيقه يوسف اسامه نبيه لمسه في منتهى الابداع والثقه والقوه. بص خلي بالك اللمسه ببط رجله، روعه 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 يعني، اللمسه فيها ثقه عاليه جدا. بص من على الخط تقريبا قبل الخط بحاجه بسيطه، وهنا يعني لا وقف بقى ولا فكر ان هو يعدل الكرة ولا حاجة، ده من لمسة واحدة ببطن رجله في زاوية صعبة جدا جدا،
ما يقدرش محمد كوكو يعمل لها حاجة على الإطلاق الحقيقة، يعني لسرعة الأوفر وقوة تسديد بطن الرجل من الثبات. شوف من الثبات، برافو برافو يا يوسف برافو. أنا بس عايز أقول لك كلمة في ودنك يا يوسف، عشان لو الهايلايتس جايبة لقطة دلوقتي كان في فرصة هدف تاني لو أنت مررت على شمالك لزيزو، فضلت إن أنت تلعبها لنفسك. مش عايزين دي ابدا ابدا يا يوسف، انت ما شاء الله طالع بشكل روعه روعه روعه، ومع الاستمراريه ان شاء الله هيكون لك دور في منتخب مصر باذن الله. فاوعى للحظه واحده يركبك الغرور، اوعى، لان الغرور افه تودي بحياه اللاعبين الكرويه تماما تماما. لقطه كده النهارده ما عجبتنيش في لمستك ليها، ادتني احساس ان انت يعني بدات جزء كده مش حابه انه يحصل ابدا، اللي هو يعني انا موافق يبقى عندك ثقه في نفسك طبعا ده مهم جدا، لكن اوعى يتطرق ليك لحظه غرور، لان دي هتبقى آفه رهيبه يعني رهيبه. لو كانت اللقطه موجوده هنا هشاور عليها لما تحصل طبعا، لكن الزمالك ضغط بقوة الحقيقة، والإسماعيلي لم يخلو الأمر من زي ما احنا شايفين كده بعض الهجمات الجيدة اللي كان ممكن. اللاعب ده على فكرة مكسب كبير جدا جدا، ياو أنور لعيب الحقيقة اكتشاف، اللي جابه أو تعاقد معاه أو أوصى بيه أحييه، لاعب قماشته مختلفة عن اللعيبة اللي في الإسماعيلي، وده المطلوب. وطبعا ده جمهور الاسماعيلي العظيم المؤازر، وعجبني هذا الجمهور جدا ان هو هتف لهم حتى وهم مغلوبين والاخر لحظه. اما الجمهور ده حدث ولا حرج، جمهور الزمالك جمهور الاهلي، الجماهير دي بتحرك الحجر بتحرك الحجر. باسم مرسي لازم تهتم شويه يا باسم في الجزء الهجومي، لازم يبقى عندك طبعا دي ضربة الجزاء، هو فرد ايده من غير ما يحس طبعا حمدي النقاز، واللعيبة لازم تبقى فاهمة ان بقى في فار، اصبح عندي الان فار، فالفار ده كاشف لكل الامور، مفيش حاجة هتعدي، ايدك رفعتها. ما يجب ان اللاعب يا جماعة احيانا بينسى نفسه، زي محمود علاء مع الاتحاد السكندري في مباراة بيراميدز، يعني هو متصور ان محدش هيشوف، محدش هيشوفها ازاي؟ ده في فار وبيعيد ثلاث اربع مرات من كل الزوايا، النمله اللي هتعدي على كتفك هيشوفها. فانا يعني بقول للعيبه الكوره اوعى تفتكر جوه منطقه الجزاء ان انت هتخبي اي خطا هترتكبه. طبعا زيزو معلم حطها في زاويه مختلفه، عاده بيحط الناحيه الثانيه على شمال الحارس، حطها المره دي على مين الحارس، وده كان في الدقيقة 32 ليتقدم الزمالك على الإسماعيلي 2-1. وصل طبعا هذا المشهد الجميل، مفيش أجمل من مشهد الجمهور وهو فرحان وهو مزقطط أو وهو بيؤازر حتى في لحظات الانتكاسات الكروية وبيؤازر، ده بيبقى مظهر جميل جدا للجماهير الوفية لأنديتها. هنا طبعا كوكو راح في الشمال وعواد حطها على يمينه، سوري انا اسف، زيزو حطها على يمينه بشكل مميز جدا. والحقيقه برضه نمسك الخشب، زيزو بيأدي اداء راقي جدا ولياقته البدنيه ما شاء الله، انا عارف ان عنده مدرب خاص بيه للياقه البدنيه، لعب 10 مباريات زيزو، سجل 5 اهداف وصنع 6 اهداف، حاجه جميله جدا 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 حقيقه يعني بيقدمها زيزو مع نادي الزمالك. استمر ضغط نادي الزمالك وسط تراجع نتيجة طبعا الهدف الثاني اللي احرزه نادي الزمالك، وبعدين تمريره في الزحمة ولمسة حلوة قوي الحقيقة من المجتهد عمرو السيسي، لعيب مجتهد مررها له امام. بص امام برضو هو وقف الحتة دي، رجع سنة صغيرة، رجع سنة يا احمد، قفش في رقبته، ده نمرة 8 اهو، شيل ايدك يا ابني عشان تشوف الرقم اهو 8، ارجع تاني يا احمد. شوفوا امام مصر ان هو يمسك الرقبه، بص الراجل بيبعد عنه لكن مش هيسيبه، هتسيبه فين؟ لولا ابو اخضر ده مخبي علينا الصوره، لان راح له اهو اهو جابه من رقبته، ما يسيبوش ابدا
جابه من رقبته. انت مصر يا امام، انت مصر تبقى نجم الشباك في اللقطه دي، ماشي. لكن هدف حلو قوي للمجتهد الحقيقه عمرو السيسي اللي بيأدي دور جيد جدا في وسط ملعب نادي الزمالك. امام عملها حلو قوي الحقيقه، ما يقس لما الكوره هربت منه، ما يقس لمسها بوش رجله الخارجي اليمين، وعلى طول بلمسه جميله جدا من عمرو السيسي الهدف الثالث اللي طبعا امن المباراه لصالح نادي الزمالك. بص لما هربت منه، هربت ازاي، لكن عافر فيها وحط وش رجله اليمين عشان تروح لعمرو السيسي، حطها جميله جميله جميله. طبعا دي صعبه جدا على كوكو، وتبقى الهدف الثالث لنادي الزمالك 3-1. ده كان الشوط الاول. الشوط الثاني الحقيقه في اجزاء كتير، يا ولد يا لعيب، بص الاستقبال والجمال، حاجه جميله، حاجه جميله زيزو الحقيقه، حاجه جميله، حاجه جميله. الشوط الثاني الزمالك ارتكن الى الفوز بالثلاثه، وطبعا في بعض التغييرات حصلت في الشوط الثاني اجراها طبعا مستر فيريرا. نزل في الدقيقه 67 شيكابالا بدلا من يوسف اسامه، ثم اشرف رؤى بدلا من دونجا، بس دونجا انا شايف انه كان افضل على ارضيه الملعب، وسامسون بدلا من الجزيري، واوباما بدلا من امام عاشور في الدقيقه 87. نفسي الهدف الكره اللي انا قلت عليها تكون موجوده في الهايلايتس، لكن هنشوفها ان شاء الله. وادي صالح جمعه برضو بتسديده، بص جسمه نازل، عندك لسه بتاع 2 كيلو يا صالح، لكن مأدي اداء طيب جدا الحقيقه. والنهارده ذكاء برضو الكابتن ميدو ان لاعب 2 لعيبه وحريفه صالح جمعه ومدبولي على ارضيه الملعب. في مدربين يقول لك ما اقدرش الاعب 2 حريفه في وسط الملعب، لانه الحريف عاده مجهوده مش عالي قوي يعني. يعني عاده بنحب نحط ولد حريف كده بس معاه 2 جريين. لكن هو حط 2 حريفه، صالح جمعه واحمد مدبول. وده ذكاء طبعا من ميدو. هنا بقى اهو، لا ده الجزيري، ده الجزيري حطها حلو قوي، وتسديده من امام جيده جدا الحقيقه. فالمهاره الخاصة بمدبولي وصالح جمعة بتخلق فرص تهديفية، بتخلق فرص تهديفية. بس طبعا محمد مخلوف ومحمد حسن وياو أنور عملوا مجهود كبير 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 عشان يملوا وسط الملعب. ياو أنور ده ما شاء الله وسط ملعب وقدام أطراف يمين وشمال، حاجة يعني جميلة جدا جدا، مكسب كبير. بص الجمهور الجميل مغلوب 3-1 ولم يتوقف عن تشجيع فريقه، برافو برافو، دي حاجة جميلة جدا جدا. هي الكرة دي عدى، بص خلي بالك هنا اهو عدى اهو، اقف اقف اقف، ارجع ارجع وقف، ارجع ارجع سنة وقف، ارجع سنة كمان كمان، بس هنا الطبيعي يعمل ايه يا جماعة؟ انت قدامك 2 اصفر، انت حريف ببطن رجلك كده بحتة لولبة خفيفة هتحطها على شمالك، اللي شماله ده زيزو مش كده؟ اعتقد زيزو اللي على شماله، ايا كان هتحطها في سكته هيروح هو والجون، لكن هو فضل يعمل الحركه دي. بص عمل ايه؟ دي اللي اخدها بكعبه يا جماعه؟ ولا في واحده تانيه بكعبه؟ اعتقد مش هي دي، اعتقد مش هي دي، هنشوف احنا مع بعض. استكمل الاداء بتاع نادي الزمالك الجيد جدا والتمريرات الحلوه، الجزيري النهارده حاول لكن كان بعيد عن مستواه التهديفي، حاول. وسامسون لسه سامسون ما قالش، لسه ما قالش. طبعا زي ما انتم شايفين في الهايلايتس الشوط الثاني الاسماعيلي عنده فرص في منطقه مرمى نادي الزمالك بشكل جيد جدا، وادي واحده برده مش بطاله في محاولات طبعا بعد بعض التعديلات اللي عملها الكابتن احمد حسام في تشكيل نادي الاسماعيلي. زي ما انتم شايفين كده كثافه كبيره جدا داخل المنطقه، وادي عبد الرحمن مجدي وكان ممكن جدا جدا تبقى هدف برضه، ده لعيب حريف الحقيقه يعني وعنده مهارات كويسه جدا، ربما احتفظ بيه كابتن ميدو ونزوله ربما متاخر شويه احتمال، لانه كان عايز حد بيجري ويملى مساحات اكتر شويه ممكن. لكن زي ما احنا شايفين الجزء ده من المباراه الاسماعيلي ماسك فيها كوره اكتر بكتير
من الزمالك وفرص كبيره جدا، لكن طبعا دي كانت تسلل، كان واضحه انها تسلل جدا. وزي ما بقول برضو بهمس في اذن باسم مرسي، لازم تهتم شويه يا باسم في منطقه جزاء المنافسين. انا بتفرج عليك في مجموعه مباريات، عندك كمان انت عندك اكتر من كده كمان، لازم نتفرج اكتر من كده. انت كنت لاعب وكنت هداف منتخب مصر يعني. الزمالك في بعض من اوقات الشوط الثاني في الجزء الاخير بيحاول ان هو يبادل، لكن انطلقت صفاره النهايه وفاز نادي الزمالك بثلاثه نقاط غاليه جدا ليعتلي قمه جدول الدوري العام بنفس رصيد النادي الاهلي 24 نقطه. ماذا عن مباريات الغد؟ ماذا عن جدول الترتيب بعد فوز نادي الزمالك النهارده؟ نتحدث ولكن بعد الفاصل. إذن ترتيب جدول الدوري العام حتى الآن، الزمالك في المقدمة برصيد 24 نقطة من 10 مباريات بنفس الرصيد وعدد المباريات، الأهلي في المركز الثاني، الثالث فيوتشر 22 نقطة، الرابع بيراميدز 20 نقطة، الخامس الاتحاد السكندري 18 نقطة، السادس غزل المحلة 17 نقطة من 9 مباريات، والمقاولون السابع 12 نقطة من 9 مباريات، ثم سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني 12 نقطة، التاسع أسوان 12 نقطة، العاشر طلائع الجيش 12 نقطة، ال11 المصري 11 نقطة، ال12 فاركو 8 نقاط، ال13 سموحة 13 نقطة 8 نقاط أنا آسف، ال14 الداخلية 8 نقاط، ال15 إم بي 7 نقاط، ال16 حرس الحدود 7 نقاط، بنك الاهلي في المركز ال 17 6 نقاط، ثم النادي الاسماعيلي في المركز الاخير برصيد 6 نقاط. ماذا عن مباريات الغد؟ عندنا بكره مباراتين عشان نستكمل الجوله العشره بالكامل. الساعه 5 سموحه امام غزل المحله، والساعه 7 البنك الاهلي امام المقاولون العرب. سريعا صيد وخربيش، نبدأ بالخربوش الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت اليوم وفاز فيها طبعا نادي الزمالك. الخربوش بيقول أنه صالح جمعة رفض أنه يسلم على زميله عبد الرحمن مجدي وهو نازل الشوط الثاني. ما ينفعش، ما ينفعش يا صالح، ما ينفعش يا صالح، انت لاعب كورة تلعب تلعب تخرج تخرج، في الاتنين تبقى في شياكة في التصرف. ادي واحدة. التانية من مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود. طبعا حرس الحدود واحتفال البدلاء والاساسيين بالهدف اللي جابه مصطفى صبحي الاول في مرمى الجيش، والاحتفال كان جوه ارض الملعب. كل سنه وانتم طيبين، لازم يبقى في جزاءات يا رابطه الانديه، يا رابطه الانديه، نزلوا هم، نزلوا هم، وادي الصوره قدامكم اهي، عشان انا باجي اشوف بعد كده ان العقوبات ايه، ما بلاقيش على الحاجات دي. طب ما حطينا في اللائحه ليه؟ هذا هو الامر. طيب نروح بقى لمباراه المصري واسوان. اسلام صلاح بعد ما جاب هدف اسوان رفض هدف التعادل، رفض الاحتفال وساب زملائه يحتفلون، لانه طبعا كان اسلام صلاح احد كباتن النادي المصري السابقين. اخر صيد عندنا من مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري، واللي انتهت طبعا بفوز بيراميدز بثلاثه اهداف نظيفه. لقطة غريبة شوية، شريف إكرامي حارس بيراميدز طبعا اللي قاعد على الدكة، حط إيده كده رفعها للسماء لما أخطأ المهدي سليمان في التعامل مع الكرة في الهدف الأول لنادي بيراميدز. طبعا قدامكم أهي، يعني البعض من الخبساء فسرها إنه الموسم اللي فات الاتنين كانوا مع بعض في بيراميدز وكان في خلافات ما بينهم،
فلسان حال شريف اكرامي شوف ربنا، الله اعلم بقى ده احد الخبساء هو اللي ايه فسر هذا التفسير. نروح بقى لخبر عالمي وحيد عندنا من الدوري البرتغالي. مع الظواهر والحصاد والكباتن الكبار، لكن خلينا ناخد الاول السوشيال ميديا واراء حضراتكم، هل النادي الاهلي بيحتاج صفقات في الميركاتو الشتوي؟ محمود سيد: يا مساء نور عليك يا شلبوكة، الاهلي محتاج حارس مرمى ورأس حربة واحدة. برافو عليك يا محمود. بودي عطية: اكيد بالطبع يا كابتن مدحت، محتاج حارس ينافس الشناوي، وباك ليفت بديل لمعلول، وباك رايت ونص ملعب بديل للسولية، وصانع العاب ومهاجم وجناحين، بس شرط يكونوا سوبر طبعا. عمر الشاعر: مساء انوار يا كابتن مدحت شلبوكه، جنرال التعليق في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط، النادي الاهلي المفروض يكون واثق من نفسه اكتر، والتفاوض مع لعيبه جديده لتدعيم خط الهجوم، وغياب اكرم توفيق، وعايزين واحده. يا نهار ابيض عليك يا راجل. ابو زاهر: مساء الخير عليك كابتن مدحت، معاك عبد الرحمن كمال زاهر من اسنا. من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق، يدعم خط الهجوم. عمر حسين: لابد من تدعيم مركز الهجوم والأجنحة، وصانع لعب، وباكين، ونصف ملعب. إبراهيم يوسف: مساء الأنوار عليك كابتن مدحت، الأهلي محتاج لمهاجم وما فيهاش كلام، لازم يجيب مهاجم في يناير، وسمعنا واحدة. يا نهار أبيض. إبراهيم السكري: مساء النور عليك كابتن مدحت، أنا إبراهيم العسكري، أنا آسف العسكري، متابعك من لندن. الأهلي لا يحتاج إلى التدعيم، الأهلي يحتاج يعطي ثقة للعيبة، وبرافو عليك يا إبراهيم. إسلام الأهلاوي: مساء النور يا كابتن مدحت، مع حضرتك إسلام من الإسكندرية العجمي البيطاش شارع الحي. ايوه اكيد طبعا، عاوز حارس مرمى وباك يمين وباك شمال وجناح شمال، وفين ميسي بتاع سيراميكا كيلوباترا، وفين زياد طارق، وفين اللاعبين الشباب اللي اي نادي في العالم بيعتمد عليهم، النادي الاهلي لازم يصلح من نفسه. اخر تويته معانا محمود طهطاوي: مساء انوار كابتن مدحت، اتوقع ان لازم يدعم في مراكز الجناح والمهاجم واحده. ده انت مفتري قوي يا راجل، روح بلدك احسن. ده كان على ديانج طبعا لما كان متالق. مع الكباتن الكبار، ولكن بعد الفاصل. يسعدني الترحيب بكباتن الكبار، طبعا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن علاء ابراهيم. مساء النور يا ابو الكبات. مساء النور يا كابتن. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ وكابتن مصر ونادي الزمالك كابتن وائل قباني. مساء النور يا ابو الكبات. مساء النور يا كابتن مصر. اهلا وسهلا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك واحد. اه طبعا. لعبتوا ضد بعض؟ اه كتير. لعبتوا كتير ضد بعض؟ اه ولعبنا مع بعض كمان. لعبتوا مع بعض فين بقى؟ في الصالات. صالات. والله؟ والله. اه اوكي. انت ليبرو وهو راس حربه. ايوه بالظبط كده. هنا ليبرو وهنا راس حربه. كنت بقابله وهو فيرود. بقيت انا دلوقتي بدافع له. اه بالظبط، وبتديله. اكيد. وبتديله. طيب، خلينا نشوف تقرير عن الحصاد ونرجع ندردش مع الكباتن. شهد الأسبوع الجاري إقامة جولتين من بطولة الدوري الممتاز في نسخته 64. الجولة 9 والتي اختتمت مبارياتها يوم الأحد الماضي، أما الجولة 10 فتختتم مساء يوم الجمعة بمباريتي سموحة وغزل المحلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. في الجولة 9 شهدت أقل معدل تهديفي في الدوري حتى الآن بعد تسجيل 10 أهداف فقط في 9 مباريات، انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي، لعل أبرزها سقوط القطبين الأهلي والزمالك بتعادلهما أمام سموحة والمقاولون العرب. كما انتهت مباريتي فيوتشر وطلع الجيش وغزل المحلة وفرقوا بنفس النتيجة،
وشهدت الجولة التاسعة تحقيق حرس الحدود والداخلية فوزهما الأول بالدوري على البنك الأهلي وبيراميدز، كما حقق أسوان الفوز الثالث له بالدوري وكان هذه المرة على إمبي. وواصل الاتحاد انتصاراته بالفوز على السيراميكا كليوباترا، واستعاد المصري انتصاراته وحقق فوزا غاليا على الإسماعيلي. أما في الجولة العاشرة والتي بدأت يوم الثلاثاء بفوز بيراميدز بثلاثية على الاتحاد السكندري بتوقيع رمضان صبحي وفخري لقاي وهدف عكسي عن طريق المدافع محمد صالح في مرماه، وتعادل إمبي مع الداخلية سلبيا في أولى مباريات المخضرم طلعت يوسف مع الفريق البترولي وللموسم 25 له الذي يتواجد به في الدوري. ونجح طلع الجيش في تحويل خسارته بهدفين أمام حرس الحدود في الشوط الأول إلى التعادل بهدفين لكل فريق. وعاد فيوتشر من الإسكندرية بالنقاط الثلاث بفوزه على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الثالثة لإيهاب جلال مع فاركو والتي لم يعرف خلالها أي انتصار. ووصل الأهلي نزيف النقاط بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع مضيف سيراميكا كليوباترا. تقدم أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع لاعب الأهلي السابق أحمد رمضان بيكهام، وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 78 ليدرك هدف التعادل بواسطة نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء، ويعادل معلول رقم لاعب الأهلي السابق عبد الله السعيد في تنفيذ ركلات الجزاء بقميص الأهلي في الدوري بعدما سجل 19 هدفا من ركلة جزاء. نبدأ بمباراة النادي الأهلي طبعا أمام سيراميكا كليوباترا. كابتن علاء، وأنت كنت نجم طبعا من النجوم الكبار في النادي الأهلي، واحد الهدافين التاريخيين يعني في النادي. نادي فقد 6 نقاط في 10 مباريات، 3 تعادلات منهم تعادل في الدقيقة 96. رأيك زي ما الجمهور نفسه بتاع الأهلي يتحدث، أسباب تذبذب أداء النادي الأهلي؟ الحقيقة أسباب كثيرة جدا، يعني أسباب فنية وأسباب إدارية وأسباب تعاقدية. الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه، بس أنا بتكلم بلسان الجمهور. نعم. أنا راجل محب، طبعا كنت لعيب في النادي الأهلي، لكن محب النادي الأهلي طبعا وبشجع النادي الأهلي، فليا تساؤلات زي الناس. بسأل فين زياد طارق؟ أفضل لاعب في الدور الثاني الموسم الماضي، مش شايفينه ليه؟ يعني الحقيقه حاجات غريبه جدا انا بشوفها في النادي الاهلي. كان في برضو في الدور الثاني كوكا، هيلعب امتى في ظل سوء المستوى بتاع السوليه وحمد فتحي؟ امتى؟ مين المسؤول عن تقودات اللعيبه اللي بتيجي؟ اعتقد ما حدش يقول للمدير الفني بعد الكلام اللي قاله كولر امبارح. مش عارف مين المسؤول. انت ليك يعني تحفظ على طبعا على لما يطلع المدير الصفقات الفني يقول انا مش عاجبني ولا راس حربه في مهاجمين النادي الاهلي، يبقى مين اللي جايب اللعيبه دي؟ لا بس ده كان موجود قبل كده. انت بتتكلم على شادي حسين مثلا، حسام حسن. انا مش بتكلم على اسماء يا كابتن، انا بتكلم ان المدير الفني يطلع ده اللقطه يطلع يقول ادي زياد طارق من احسن اللعيبه اللي ادت في الدور الثاني، مش شايفينه ليه؟ مين المسؤول عن تعاقدات برونو سافيو نيوج النادي الاهلي؟ انا كنادي اهلي لما اجي اجيب اتعاقد، انا في وجهه نظري لا يقل في المستوى عن كينو مثلا بتاع بيرونز. النادي الاهلي لا يقل، محدش يقول لي ده ب5 مليون دولار ولا ب6، احنا مالناش دعوه. احنا بنقيم لعيب، انت بتجيب لعيب يعني ليك تحافظ على برونو طبعا. طبعا. مين المسؤول عن اصابات بيرسي تاو؟ كل ماتش يلعب ماتشين ثلاثه ويغيب 10 15 مباراه. الجهاز الطبي في النادي الاهلي مين اللي مسؤول عن الاصابات؟ فين طاهر محمد طاهر؟ اصابته طولت قوي. الناس اللي بتتعور دي فين؟ احنا الحقيقه في حاجات كتيره جدا احنا كنادي اهلي او كجمهور نادي اهلي ومشجعين نادي اهلي عايزين نعرف اجابتها. امتى التعاقدات تيجي على قد طموح النادي الاهلي؟ عندنا مشكله في الهجوم بدليل ان المدير الفني طالع يقول لك انا مش عاجبني حد من المهاجمين. قال في المؤتمر امبارح انه هل هل هل, يعني. هل يجوز انا كمشجع نادي الاهلي يا كابتن مدحت امبارح اتفرج على ماتش سيراميكا والاهلي افضل 2 في النادي الاهلي في سيراميكا مدينينهم للنادي من الاهلي لسيراميكا؟ مين مسؤول ان محمد شكري يمشي؟ محمد شكري تقصد، واحمد ياسر ريان، واحمد ياسر ريان وبيكهام كمان، وبيكهام انا سؤال محمد شكري بالمستوى ده
بالمستوى اللي احنا شفناه امبارح والمستوى اللي اداه الدور الثاني، مين بديل علي معلول في النادي الاهلي؟ اللي هو الباك ليفت. الباك ليفت. مين البديل دلوقتي لو علي معلول جرى له حاجه مثلا تعور او 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 مين البديل؟ اكيد لو كان عندنا محمد شكري كان حللنا الموضوع. هو في محمد اشرف اللي هو كان قدمه وبعدين ايمن اشرف. وهو ده محمد شكري ومحمد اشرف، لكن انا محمد شكري شايف اعلى كتير يعني. وفي ايمن اشرف المفروض يعني. في ايمن اشرف. ايمن اشرف بس هو ايمن اشرف على طول بره الاسكوب. دي غريبه جدا. يعني حتى انا ما فيش لعيب مثلا باك ليفت في النادي الاهلي برجله الشمال موجود. المهاجمين النادي الاهلي الموسم الماضي احنا كنا بنعاني، واللي ضيع الدوري ان احنا ما عندناش رؤوس حربه تستغل انصاف الفرص. كابتن مدحت النادي الاهلي كان عنده كل موسم بالخمس ست فراوده. انا لو انا اقول لك وانا بلعب كان مين اللي بيلعب معاه موجود في النادي؟ حسام حسن، كابتن حسام حسن، علي ماهر، محمد فاروق، احمد كشري، ولا ايه ده؟ ايه الاسماء دي؟ فين دلوقتي؟ انتوا كلكم كل واحد فيكم كانت قصه. طب فين الاسماء دي يا كابتن؟ فين الاسماء؟ لما جينا واتكلمنا قلنا شادي حسين لعيب كويس، لكن مش على قد طموح النادي الاهلي. شادي حسين لعيب كويس طبعا، لعيب كويس، لكن النادي الاهلي محتاج الفير راس الحربه اللي يجيب من انصاف فرص. احنا ما عندناش. ليه كل مباراه اتفرج على محترفين الانديه الثانيه بتبقى مميزه عن محترفين النادي الاهلي؟ ليه محترفين النادي الاهلي ما فيهوش اضافه؟ هنستثني ديانج، هنستثني معلول، بعد كده فين؟ الحقيقه في حاجات كتيره جدا احنا كجمهور النادي الاهلي محتاجين اجابات. محتاجين نشوف. احنا الناس تقول اصبروا اصبروا، طب هنصبر، هندعم. طب ما احنا بندعم. احنا يا جماعه الحقيقه احنا كجمهور اهلي لا نقبل ان الدوري السنه الثالثه يضيع مننا كمان. لا لا لا، الموضوع مش اعتقد يعني مش هيعدي مرور الكرام. ثلاث سنين النادي الاهلي يبقى يعني بقى غير عن الدوري. لسه السنه دي لسه بدري عليه يعني. بالمنظر ده احنا بنكرر الاخطاء يا كابتن مدحت. لحد دلوقتي احنا ما عندناش حلول للاسف. حلول للاسف. طيب كابتن وائل، حابب اسمع برضو وجهه نظرك واداء بقى برضو عشان ندي سيراميكا حقه في هذه المباراه والكابتن احمد سامي. يعني هو سيراميكا طبعا يعني على قد الامكانيات او على قد اللعيبه، يعني هو عمل مباراه جيده وخد اللي هو عايزه. يعني هو النهارده كان بيلعب زون ديفنس او بيلعب على الهجمه المرتده وقدر ان هو يحرز هدف من ضربه ثابته تمام. ولكن يمكن النادي الاهلي قدر ان هو يتعادل. بس عايز اقول برضو يعني انا معلق شويه، لكن بس في حاجه يعني مش كل الكلام بيصب ان في مشاكل لعيبه او 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 يعني في حاجات. مثلا احنا لو جينا نتكلم على النادي الاهلي وجينا نتكلم على الفراوده اللي في النادي الاهلي، فهو المفروض يجيب اثنين فراوده سوبر. نفس القصه برضو عنده ثلاث فراوده يا كابتن، يجيب اثنين يبقوا خمسه. ما هو ثلاث فراوده. ما هو بص يا كابتن، ما هو يا اما انت مقتنع ان الثلاث فراوده دول سوبر يا اما انت مش مقتنع. لو جينا نتكلم على شادي حسين، لا شادي حسين لعيب كويس ولو خد مع الوقت هيبقى كويس تمام. بس احنا لما نيجي نتكلم على ماتش سيراميكا، النادي الاهلي خرج بنتيجه سلبيه، ده بالنسبه له طبعا. لكن انا شايف ان النادي الاهلي راح كتير قوي في الماتش ده وفي عدم توفيق. فاحنا لازم نفرق بالاتنين. في حاجه اسمها مباراه انا ما رحتش فيها كتير تمام، ودي مش هتبقى بتاعت مدرب سوري بتاعت مدرب ان انت ما بتوصلش. لكن لما توصل وتضيع مثلا خمس ست سبع ثمان فرص تمام، فانت النهارده دي بتاعت لعيبه. طيب انت بتقول ان اللعيبه دي في لعيبه مش قد النادي الاهلي تمام. دي بقى ابقى مع علاء فيها ان هو ايه المفروض لو هو مش مقتنع بالثلاث فراوده او مش او معاه واحد مقتنع بيه واثنين مش مقتنع بيه، فهو كان لازم يجيب اثنين فرود سوبر على الاقل ويعمل ايه باللي عنده يعني. ما انا لسه بقول ما هو كان يجيب من الاول ويمشي. انا مش بجيب مش هجيب اثنين على الثلاثه بس. مش ملاحظ ان احنا برضو كده جايين قوي يعني؟ محمد شريف ما هو في موسم او موسمين كان هداف الدوري. لا انا ما قلتش. وشادي كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت. كابتن مدحت برضو عشان كلامك يمشي غلط. انا قلت لو هو مش مقتنع من الاول او الاداره مش هو مقتنع. واضح ان مش مقتنع زي ما قال الكابتن. انا قال ده في تصريح امبارح. انا بقول ايه لو مش مقتنع. لكن انا ما قلتش رايي الشخصي. تمام. لان انا بقول ايه، شادي حسين لعيب كويس، محمد شريف ده اللي كان هداف الدوري قبل كده وهو اللي كان بيجيب اجوان و و و، فدي ممكن يكون مدرب عايز يجيبه بشكل كويس. طب هل استبعادهم مثلا في بعض المباريات ربما اثر على الجانب النفسي بتاع اللعيبه دي؟ قصه ثانيه يعني. احنا عندنا ساعات بنشوف لعيبه بتبقى فايقه في اوقات معينه واللي هي تقعد. في حاجه اسمها الموضوع الروتيشن ده، انا حاسس ان هو بيتعمل غلط. الروتيشن ده ما بيتعملش كل ماتش. الروتيشن ده بيتعمل كل 3 4 ماتشات. يعني انت لازم تثبت تشكيل تمام، لان انت بتلعب كل 3 ايام او 4 ايام. فانت المفروض تثبت. يعني انا لو عندي 11 واحد
شغالين اربع ماتشات يقدروا يكملوا اربع ماتشات في 12 يوم. بعد الاربع ماتشات الماتش اللي قدامنا ده هو مغير خمسه عن مباراه سموح. فهو النهارده المفروض يثبت تشكيل الاول يثبت عليه، وبعد اربع ماتشات يبدا يغير واحد او اثنين. ده روتيشن واحد او اثنين، وبعدين لما يخش فورمه يبدا يشتغل تاني وبعدين يغير اثنين كمان غيرهم. فهو لازم الروتيشن ده يبقى على المدى شويه، لان احنا مش كل مباراه لان كل مباراه عشان تغير روتيشن فانت اللعيبه ما بتنسجمش مع بعضها، فدي تبقى مشكله. لكن لما تدخل عنصر انت كلاعب كره دولي بتقول هذا الكلام. انت لما تدخل عنصر او اثنين كل اربع ماتشات ده بالنسبه لي ما فيش مشكله، لانه هيبقى شغال على نفس السيستم والعدد مش كبير، وهو في اصلا تسعه في الملعب فشغالين ممكن يشيلوا الاثنين. لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا العب ماتش واغير خمسه في ماتش تاني، انت بتغير نص الفرقه. فدي ممكن تعمل مشكله، فلحد ما الخمسه دول يجوا كمان يبقوا فورمه فانت عايز وقت. فانت النادي الاهلي او نادي الزمالك ده ما بيحتاجش الوقت، لان كل مباراه هو عايز يكسب. فهي دي ممكن يكون سبب برضو من الاسباب. ممكن. طيب انا برضو عايز اسالك كابتن علاء في جزئيه المهاجمين، ان انت كنت راس حربه ما شاء الله يعني، وكنت معاك حسام حسن ومعاك علي ماهر ومعاك محمد فاروق ومعاك احمد كشري، كلهم كانوا جامدين جدا. المدير الفني كان بيتعامل ازاي معاكوا؟ يعني النهارده انت بتلعب فلان بيقعد فلان بيلعب انت بتقعد، كان ايه التعامل النفسي؟ لانه هم تحدثوا عن هذا الامر بالنسبه لكولر مع رؤوس الحرب. احنا كنا يعني السنتين اللي انا لعبت معاهم مع كابتن حسام كنا كل الاسماء اللي حضرتك بتتكلم دول كنا بننافس على مكان واحد بالظبط كده، اللي هيلعب جنبي حسام كابتن حسام حسن. مش كمان ان احنا بنلعب على الاثنين، لا. المباراه او المباراه اللي احنا اللي انا كنا العب ابدا بيها مثلا جنب كابتن حسام حسن او اي حد، كشري او علي ماهر او فاروق، لو انا ما حرصت اهداف الماتش الثاني بيقعد. اوكي. يعني تخيل حضرتك ما جبتش اهداف تقعد. ما فيش حاجه اسمها انت لعبت حلو ولا كنت كويس ولا عملت اسيست ولا الكلام ده. احنا فيها. لا ايام كان سوبل وديكسي. وبعد كده وهولمان. وهولمان. هولمان قبل بالظبط. ده كله ده كان سيستم النادي الاهلي. لكن تعالى نمسك النهارده مهاجمين النادي الاهلي. حضرتك بتقول حسام ليه هيعمل ايه لو جاب فرودين؟ طب ما هو انت حضرتك حسام حسن انت من اول السنه عايز تعيره وهو رافض. مين اللي رافض؟ حسام حسن. حسام زي صلاح محسن. انت تخيل ان صلاح محسن اللي ما بيلعبش دلوقتي في سيراميكا لو كان رفض انه يروح سيراميكا كان هيقعد في النادي الاهلي؟ ما يمشي. ما يمشي. هو ده السيستم اللي شغال بيه النادي الاهلي، ما يمشوا. ايه جدوى محمد محمود قاعد لحد دلوقتي يعمل ايه؟ رامي ربيع يعمل ايه؟ محمد فخري بيعمل ايه؟ ما يمشوا. وايه المشكله؟ ايه المشكله الناس دي ما تمشي؟ ايه المشكله ان انا حاولت ان انا اطلع حسام حسن وما عرفتش اجيب له عرض؟ مشيه. هات غيره. نعم. يعني طبعا كلام ده مهم جدا، لكن يبقى سؤال في الحته دي يا كابتن وائل. يعني النهارده واقع الامر ان محمد شريف موجود وشادي حسين موجود وحسام حسن موجود. لو جه مهاجم في يناير هيبقى وضع الشباب دول ايه؟ هو انا عايز اعلق على حاجه بس. اتفضل. هل اي فرقه واقفه على فيرود؟ لا. هو النهارده الكره الجماعيه مش لازم الفيرود هو اللي يجيب هدف. بس الفيرود مهم. بس هقول لك على حاجه كابتن مدحت. طب النهارده لما بتيجي بتلعب هل الاثنين المساكين لما بيجي جون بيبقى سبب الاثنين مساكين؟ مش بالضروره. في حاجه اسمها انت بتعمل بلوك دفاعي وده في العالم كله بتسع لعيبه وده طبيعي بتنزل تحت الكوره، صح؟ طبعا. هل انت لما بتهاجم بفيرود واحد؟ لا، ما ممكن يكون هو بيشتغل ان مش لازم الفيرود هو اللي يجيب جون، ممكن الفيرود يعمل مساحه للناس. طب انت بتوصل، هل اللي بيوصل ده فيرود بس ولا بيوصل مثلا حسين الشحات، بيوصل برونو سافيو، بيوصل قفشه، بيوصل برضه شادي حسين؟ يعني ممكن الاربعه خمسه يوصلوا بس الاربعه خمسه غير موفقين، الاربعه خمسه بيضيعوا. فليه احنا ماسكين في حته الراس حربه؟ هو احنا بص لا، ما انا هقول على حاجه، هقول على حاجه بس كابتن، ده كان زمان. ده كان زمان. ما النهارده اللي منجح نادي الاهلي دلوقتي راس حربه قوي. انا هتكلم بس. هو النهارده اللي منجح نادي الزمالك ايه؟ سامي بس. اللي منجح نادي الزمالك ايه؟ سيف الجزيري. لا، سيف الجزيري دلوقتي مش فايق. مين اللي بيجيب اهداف؟ زيزو، امام عاشور، مش عارف. فانا بتكلم بس الناس اللي جايه من على الاطراف او الناس اللي جايه من تحت دول بيبقوا اخطر من راس حربه. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي او نادي الزمالك، يعني انت موافق ان رؤوس حربه الثلاثه يقعدوا؟ لا انا مش، بص انا بتكلم ده قصه تانية، انا لسه جاي بس في حته عشان ما نمسكش. انا بتكلم راس الحربه ده مطالب بس في الانديه الثانيه لما بيلعب اهلي وزمالك. ليه بقى؟ لانك انت بتدافع بشكل بحت
وبتلعب على الهجمه المرتده، لو ما عندكش راس حربه من اقل فرصه بيجيب جون تبقى مشكله. بالظبط. لكن لما تيجي تتكلم على الاهلي والزمالك انت بتهاجمش براس حربه بس، انت بتهاجم انا موافق بس راس الحربه انت عندك، انا كان سؤالي يا كابتن وائل عندك ثلاثه راس حربه هتجيب عليهم راس حربه تاني؟ دي بتاعت مدير فني. ما هو لو عايز انا بسالك انا بسالك ماشي في الوقت الحالي لو هو مش مقتنع باثنين من الثلاثه لازم يمشي ويجيب غيره. لو هو مش مقتنع هو قال امبارح ان يبقى لازم، بس هو قال برضه بس هو قال حاجه مهمه جدا قال انا مش هجيب زي اللي عندي انا لازم اتأنى في الاختيار، يبقى احسن من اللي عندي. ايوه طبعًا. لازم اتأنى في الاختيار طبعًا. فهو ممكن يكون بيتابع عشان يقول ان انا هجيب في يناير او 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 هو عنده اسامي فلسه هيجيبها، لازم تكون احسن من اللي عنده. تمام. طيب ماذا عن لقاء فاركو وفيوتشر ثم الزمالك طبعا في لقاء امام الاسماعيلي؟ نتحدث ولكن بعد الفاصل. فيوتشر بيزاحم في منطقة القمة طبعا، خاصة بعد فوزه على فاركو بنتيجة جيدة طبعا 3-2. رأيك في المباراة وأداء فاركو وفيوتشر؟ مباراة حلوة قوي بين فرقتين، بين فرقتين بيلعبوا كرة كويس قوي، فرقتين عندهم اتنين مديرين فنيين بيشتغلوا بشغل كويس قوي، شغل يعني زي ما بيقولوا أوروبي، تحضير من تحت، كورة نقل كورة. فيوتشر قدر يتفوق في البداية في أول 7-8 دقايق، وبعدين فاركو كان الاستحواذ جاب جون في الدقيقة 2 بعد الجون بحوالي 5 دقايق أو 7 دقايق فاركو قدر ان هو يستحوذ على الشوط الاولاني كله، وقدر ان هو يشتغل بشكل كويس، وقدر ان هو يجيب هدف التعادل. بس هي مشكله فاركو في البدايات يا كابتن مدحت، يعني حتى الشوط الاولاني دخل فيه جون في الدقيقه 2 وقدر ان هو يشتغل ويعوض، وفي نفس الوقت لما نزل الشوط الثاني برضه دخل فيه هدف في اول الشوط الثاني. لكن انا شايف ان هي مباراه حلوه قوي بين فرقتين بيلعبوا كوره، وسعيد جدا على فكره بفيوتشر ان هو برضه بينافس وعامل لنا جو برضه في الدوري الممتاز، ومعاه لعيبه الحقيقه، يعني الدكتور وليد داعبس ومجلسه موفر لعيبه مهمه وعنده جدا، وعنده استقرار يا كابتن، يعني عنده مدرب من السنه اللي فاتت، عنده لعيبه قوام اساس من السنه اللي فاتت، عنده كره حلوه من السنه اللي فاتت، يعني لا هو عنده كل حاجه بصراحه، هو مش ناقصه حاجه في فيوتشر، وهو كمان عامل نتائج، يعني هو مش مثلا مش عنده استقرار وعنده مدرب مستقر عليه ومش عامل، لا هو عامل نتائج وعامل حاله في الدوري، وعنده ميزانيه جيده جدا كمان. طبعا طبعا يعني اللعيبه بتاخد حقوقها باستمرار ويعني ما فيش حاجه متعطله، طبعا منظومه كلها كامله ناجحه. فعشان كده هو بنشوف الكلام ده داخل الملعب، بنشوف اداء داخل الملعب. فيوتشر بقى ليه شخصيه دلوقتي. بالظبط. فاركو يمكن لسه شويه مع ايهاب جلال، لان الطريقه يعني هو كان بيدافع وبيلعب على التعادل في الفترات اللي فات كلها مع المدير الفني الاجنبي، مع تغيير السيستم بتاع اللعب اعتقد ان هو هياخد وقت، لكن انا شايف برضو ان فاركو لعب كرة كويسة في الماتش ده. هو لعب فاركو ماتش حلو قدام الاهلي الحقيقة، كان عامل ماتش جيد جدا قدام الاهلي، وهو الماتش ده حتى الحقيقة بعد ما كان الفيوتشر متقدم 3-1 حصل بعض التغييرات، فيوتشر جاب جون في توقيت رائع جدا فاركو، انا اسف، وكان ممكن يتعادل في نهاية المباراة، كان ممكن لو كان في وقت شوية. بالظبط بالظبط. طيب نروح سريعا للزمالك والاسماعيلي، نبدا معاك انت يا كابتن علاء. النهارده الاسماعيلي تحت قياده بقى الكابتن ميدو، اول قياده له، رايك الاول في الاسماعيلي وادائه النهارده؟ لا في تغير حقيقه، يعني ميدو فكره طبعا ما لحقش يومين او ثلاثه، يعني 48 ساعه بس خلي بالك برضو معاه مدرب عام قوي كابتن اشرف خضر من المدربين المحترمين قوي طبعا طبعا دي حاجه. تاني حاجه ميدو، ايه التغيير اللي انت لاحظته في اداء الاسماعيلي؟ لا في كوره، في روح، انا شايف النهارده الاسماعيلي عنده روح، ودي ميزه مهمه جدا. ممكن في حاجات ما عجبتنيش، بس الخربشات اللي حضرتك جبتها دي بتاعت الحلقه، يعني العلاقه بين اللعيبه، لا في حاجات يعني النهارده الشوط الثاني كان ممكن يرجع في الماتش اثناء خروج صالح جمعه، يعني طبعا كان ممكن الاسماعيلي يرجع. مباراه النهارده مش هقدر احسبها على الجهاز الفني، لكن اقدر اقول لك لا الاسماعيلي فيه تغير، ولو بقول لكم اهو يعني لو الاسماعيلي استمر بالشكل ده مع ميدو مع الشغل اللي موجود، اعتقد ان الماتشات اللي جايه ممكن يبان بشكل كويس. طبعا حظهم وحش ان يقابل الزمالك بالظبط اول مباراه، بالظبط، خصوصا النهارده كمان تعادل النادي الاهلي امبارح مدي حافز للزمالك عشان يركب الدوري النهارده، صحيح، فطبيعي ان حوافز نادي الزمالك اكتر
من نادي الاسماعيلي وحظه وحش طبعا مباراه بره، لكن اعتقد بالمستوى اللي احنا شفناه النهارده في الاسماعيلي لا ايجابي، في روح الناس بتروح برده، في كوره كويسه، في انتشار جيد كمان بالظبط، في تمركز كويس جدا للمدافعين، كان لا كان كانت الدنيا كانت يعني الماتشات اللي فاتت كانت الدنيا صعبه شويه لكن اعتقد ان الاسماعيلي جاي، ده وجهه نظري. جميل. الزمالك الشوط الاول ادى بشكل رائع جدا وجاب 3 اهداف، ايه سبب التراجع في الشوط الثاني والاسماعيلي ضغط بقوه في الشوط الثاني؟ هو الزمالك فعلا يعني عمل الشوط الاولاني شوط كويس قوي من ناحيه الانتشار، من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه الاهداف، يمكن الهدف اللي اتفاجئ بيه نادي الزمالك يمكن هي دي كانت نقطه التحول من نادي الزمالك ان هو يشتغل بشكل ايجابي وبشكل كويس. الحاجه الثانيه يا كابتن مدحت في الدقيقه الثالثه مبكر جدا، فيمكن ده نقطه التحول لنادي الزمالك ان هو طبعا يعني لا يعني دخل فيها جون، فلا انا عايز اجيب الهدف التعادل وعايز كمان اكسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ميزه النهارده نادي الزمالك من الاداء ان هو لعب بكل واحد في مكانه. هو لما فيريرا بيلعب بكل واحد في مكانه تحس ان شكل الزمالك مختلف بالظبط. يعني انت النهارده لما تلعب زيزو ناحيه اليمين ويوسف اسامه نبيه ناحيه الشمال وتلعب سيفي الجزيري في مكانه خلاص اتعدلت. والنهارده كمان هو عمل حاجه كويسه، يمكن هو كمان النهارده لعب بنبيل دونجا متاخر شويه وادى حريه لعمرو السيسي وامام عاشور ان هم يكملوا في النواحي الهجوميه. فانت لما بتشتغل بالشكل ده فانت بيبقى ليك شكل كويس. لما بحس بقى ان هو لا عارف عايز مثلا يحط يوسف سامي نبيه فيرود، يحط مش عارف مين فيرود، يحط زيزو مش عارف ناحيه الشمال، يحط رغم ان هو النهارده لعبه ناحيه الشمال، لكن النهارده برضه حتى لو لعبه ناحيه الشمال فيوسف اسامه نبيه برضه بيلعب ناحيه اليمين، فهو برضه كل واحد بيلعب جناح. ما بيلعبش مش كل واحد في مكان، ممكن يبقى فيه لا مركزية داخل الملعب بس في وقت من الأوقات بيحط كل واحد في مكان. جميل. هو ده اللي خلى نادي الزمالك أدى بشكل كويس. الشوط الثاني بس كابتن مدحت قبل ما الشوط الثاني هو نادي الزمالك ما قلش كتير، لأن هو كان ممكن برضه يجيب الرابع ويجيب الخامس، لكن احنا النهارده زي ما قال علاء الإسماعيلي النهارده لا في حالة كويسة. ميدو برضه من المدربين الصغيرين اللي هو يقدر يوصل للعيبة بسرعة لأن هو قريب منهم بشكل كويس، فهو اكيد لعب على النواحي النفسيه، وانا شايف الاسماعيلي فعلا النهارده ادى بشكل كويس قوي قوي. ولو استمر كده زي ما الكابتن علاء قال هيبقى الوضع ان شاء الله رائع في الاسماعيليه. اكيد ان شاء الله. جميل. حان الان بقى المعلومات العامه العظيمه بقى اللي عند الكباتن بقى نسمع النهارده درر ولكن بعد الفاصل. يلا قواعد اللعبة. جاهزين يا كباتن؟ يلا السؤال الأول. اتفضل. هتيجي النهاردة؟ جاش. بابتسامة. يس. برافو عليك. اتفضل على مهلك على الباص. لحسن يبوس. محمد الموجي. من مين هم يعني مثلا نجاح الموجي؟ برافو عليك. مبروك يا أبو كباتن. برافو عليك. يشاء القدر ان الكباتن التقوا قبل كده ودي المباراه الوحيده اللي لعبها الكابتن علاء وكسبت انت وكسبت وانت خسرت في المباراه، بس كسبت 4 مرات قبل كده ونفسي اكسب الخامسه عشان عايز تقفلهم باكو. جيت بعدها كتير قوي مش عارف حد بصصني في الباكو ده على فكره. طيب يا جماعه انا عايز اقول لهم ان هو مش هيتصرف. خايفين لحسن باكو تروح تجيب بيهم عربيه ولا حاجه. طيب إذا احنا عارفين القواعد ومن ثم نبدأ مباشرة. السؤال الأول دي طبعا رياضة السباحة التوقيعية من الرياضات الجميلة قوي، انه بيعملوا تابلوهات حلوة في المية على المزيكا وحاجة جميلة جدا. عدد حكام السباحة التوقيعية صعب. قد اختيارات 4 5 6. اتفضل. هتضرب ها؟ أنا ونصيبي. أنت ونصيبك. خمسة. حكم وأربع مساعدين. برافو عليك. الحمد لله. دايماً في البداية كده ربنا يكمل. بديهة الدرجة الأولى للكابتن وائل الأباني. اللي بعده. اعتقد هو سؤال سهل فحضروا ايديكم بسرعه. ما هو اول نادي حصل على كاس مصر؟
دي بتاعتنا دي. اتفضل. للاسف الزمالك. للاسف ليه يا طيب عليا؟ طب كنت سيبني انا ادوس على الباز يا سيدي وانا ما كنتش هقول للاسف. 1921 تقريبا. 22 بس هو الزمالك مظبوط. الزمالك. برافو عليك. دي كانت المفروض بتاعتك انت. انا لسه ادوس لقيته. هو ايده ما شاء الله سريعه. لا في الرياضه انت عارف. سيبك بقى من القلم وتفرغ لايدك. ماشي اهو. عشان ما حدش يسبق التاني بالقلم. يلا. واحد واحد اللي بعده من بحري وبنحبوه. السؤال: ما هو أضخم حيوان بحري حجما عبر التاريخ؟ وانا كنت هدوس بمناسبة بحري. انا قلت قول ان اسم الفيلم ولا حاجة. كنت اقول لك اسم الفيلم. لا انا بجيب كلمة في الشاشة يعني مرتبطة بالسؤال. ما قلت هتقول اسم الفيلم. يا هدى سلطان بتقول من بحري والسؤال: ما هو أضخم حيوان بحري حجما عبر التاريخ؟ هل هو أنا هتقول اتفضل ده من غير اختيارات؟ الحوت الازرق. انت ماسك الموبايل ده في ايدك؟ لا خالص. لا 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 ده جابها. لا لا ثانيه جابها واحده. جابها لا جابها. بص يا كابتن لا جابها. طب انا هلحق اسال. يخسر. أيوة. لا لا يخسر. انت بتكنسل اهو. يخسر يخسر. طب هات وريني. لا 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 انا هقف يا احمد. انا هقف وريني. لا جابها. انت عملت الحركه دي كده. جوجل كده. طب اعمل. لا لا يا نجم انت رجعت باك. لا لا اعمل باك. اعمل لي باك. اعمل لي باك وريني. رجع بك يا كابتن. الحوت الازرق. هو مش موجود الحقيقه. لا بص لا جابها هو مش. طب انا هقول حاجه. كلمه شرف يا كابتن علاء. وانا بثق فيك مليون المية. كلمه شرف طلعتها. كلمه شرف. كلمه وحياه ولادك. وحياه ولادي بس ما عملت سيرش خالص. ما عملت سيرش. يعني انت عارفها من عندك فعلا؟ خلاص يكسب. براءة كده؟ يكسب. برافو عليك. برافو عليك يا علاء. لا برافو. بس انت جبتها. طب اسم الفيلم ايه ما دام انت كنت متصور؟ انا اعرفه برضو. يا عيني عليك. ده فيلم ده خالص صح. يا عيني عليك. طيب بقينا كده 2-1. اللي بعده. فنانة كبيرة طبعا نادية مصطفى بتتكلم بكل لغات العالم. اذا السؤال: ما هي اللغة الرسمية للسنغال؟ ادي اختيارات ولا حد عايز يقول؟ دوس انت الليله ليلتك. عايز تقول قول اتفضل. دوس. اختيارات. فرنساوي. فرنسي. عايز تجاوب دوس. مش عايز تجاوب هندي اختيارات. دوس. ها ادي اختيارات ولا تدوس؟ لا دوس. دوس اتفضل. فرنسا. اللغه الفرنسيه. برافو عليك. لا ده جاي جامد النهارده. لا لا يا كابتن مدحت ما احنا رحنا البلاد دي يعني. رحت انت ما رحتش السنغال؟ رحت السنغال. طبعا بيتكلموا فرنساوي يعني. كلهم كل الافارقه فرنساوي. بس يعني احنا برضو عارف تحس ان السؤال عشان انت شاغل ايدك بالقلم. طب اهو عملنا سيرش يا عم وائل. عملنا سيرش. احنا صادرنا الموبايل بتاعه. اهو انت صح. بس هو كابتن لا النهارده ما شاء الله متالق. شككني بصراحه. عارف لازم يشككنا كده. يعني عشان احنا نروح يعني تروح السنغال بيتكلموا ايه؟ فرنساوي. ماشي. بس كابتن وائل ثقافته انجليزي. هو الحمد لله ان انت بتجيب لي الوائل يعني. بقينا كده 3-1. اللي بعد. انتوا طبعا فاهمين ان انا اقول لكم مين مخترع الكاوتش. هو منفخ ولا بيلف ولا انا جاي متفرج النهارده. دوس يا لا هو السؤال. السؤال بيقول: مخترع الاطارات المنفوخه هو جورج دانلوب. تمام. يبقى السؤال: كان مهنته الاصليه ايه؟ هل هو كان بيشتغل الراجل اللي اخترع الكاوتش بتاع العربيه اللي احنا بنركبها؟ اوكي. ده اسمه جورج دانلوب. اوكي. هل هو كان ايديكوا جاهزه؟ مهندس، طبيب بيطري، عالم ذره؟ اتفضل. طبيب بيطري. طبيب بيطري. برافو عليك. وهو اخدها من النفخ بتاع الامعاء بتاعت الحيوانات والحاجات دي كلها ازاي فجات له الفكره عمل تشرح مهما تشرح دي جت معايا كده. طبيب بيطري كده يعني. يبقى 3-2. برافو عليك يا كابتن وائل. اللي بعده. هاتوا الفلوس اللي عليكم. الفنان حماده هلال له شخصيه جميله يعني. قوي. له شخصيه جميله الحقيقه. وصوته كده له له طابع خاص جدا. السؤال هو بيقول: هاتوا الفلوس اللي ايه اللي عليكم. السؤال: ما هي العملة المستخدمة في الأرجنتين؟ تفضل. البيزو. البيزو. برافو عليك. لا 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 ايه رأيك بقى؟ لا لا ايه رأيك بقى؟ السؤال ده برافو عليك صح. ما انا بكرر الأسئلة على طول. البيزو صح؟ ايه رأيك؟ فاكر البيزو ولا البيزو؟ لا فرود يا باشا. فرود ده راجل هداف. برافو عليك والله. برافو عليك. بقينا 4-2. برافو عليك. اللي بعده.
ما هو أقرب الكواكب إلى الأرض؟ أدي اختيارات، أقرب الكواكب إلى الأرض، عايز تدوس ولا أقول اختيارات؟ اختيارات. لا دوس براحتك. هل هو الزهرة، عطارد، المريخ؟ الزهرة، عطارد، المريخ، تفضل. الزهرة، عطارد، المريخ. الزهرة. الزهرة. برافو عليك. هو بينشن هو بتيجي صح وهو وهي مرتبه. انت اخدتها دي في ثانوي ولا انت ضربتها كده؟ كل سنه وانت طيب. كل عيش يا كابتن. بقول لك كل عيش. طيب هناكل عيش. اذا بقينا اربعه ثلاثه. ماتش متكافئ جدا والله وجامد جدا ما شاء الله. اديني بس السؤال ده وهو يبقى متكافئ اكتر. اللي بعد. اجهزوا. ماذا يطلق على صوت الحمام؟ انت يعني دوس صوت الحمام. يعني احنا عندنا الاسد زئير، القطه مواء، الكلب نباح، الحمام. هل بص حطت ايده ازاي؟ اجهز انت كمان. لا مش هدوس مش هدوس. هل هو صوت الحمام نديل، هديل، بديل؟ تفضل. نديل الحمام، هديل الحمام، بديل الحمام. يبقى بالنون ولا بالهاء ولا بالبه؟ نديل. نديل الحمام. ده مش مظبوط. ما انا عارف. يتبقى هديل الحمام وبديل الحمام. جاوبت صح هتاخد صبرك. ما هو جاوبت صح هتاخد درجه، جاوبت غلط هيتخصم منك درجه. فاضل لك هديل وبديل. لا هديل الحمام. دوس صح. برافو عليك. برافو عليك. طب انت عارفها ومش عارف. مش عارف كنت هقولها بس هديل الحمام بالهي. يعني هتبقى بديل الحمام دي صعبه قوي. انا عارف. هديل وانت ريحتنا بقول اي حاجه غريبه. طيب بقينا كده ستة خمسة ثلاثة. اللي جاي يا جماعة أغنية. أوكي. إحنا مسكتين كلمة أثناء الأغنية. اللي يعرف الكلمة دي وإنتوا بتسمعوا الأغنية يحجز. تمام. واضح؟ واضح. يلا يا أحمد. بعد حين تيرارا يبدل الأب دارا. ايوه انت غني. طيب. يا كابتن وهو يقول اجابه وانا اقوم ارقص. الهوى انت كله والاماني. والاماني. برافو عليك. لا ده جامد ده جامد. طب معانا يا احمد. شوف جمال الكلمات. فاملأ الكأس بالغرام وهاتي بعد حين يبدل الحب دارا. خلي بالك بقى. والعصافير تهجر الاوكار. شوف الجمله. يعني قال لك بعد فتره يبدل الايه؟ والعصافير تهجر الايه؟ الاوكار. تطير تمشي خلاص. هذه هي الحياه يعني. هذه هي الحياه. طيب اللي كاتبها اعتقد جورج جرداق الشاعر اللبناني الشهير مش كده؟ جورج جرداق. طيب بقينا كده ستة ثلاثة. الاخير خلاص هو كده مات خلاص يعني خلاص. بعد الشهر. السؤال القادم في قوة الملاحظة. تمام. هنشوف لقطة حلوة وتركزوا فيها قوي. الماتش طبعا كان الزمالك والمحله عام 91 92. اوكي يلا يا قاضي. طبعا والله انا القاضي مصر يجيب لي فيديو ليا. مصر انا والله. مين اللي كان بيذيع الماتش ده؟ ها؟ مين اللي كان اللي قدم غير اللي ذاع؟ هو مصر يجيب لي فيديوهات. والله يا جماعه ما اعرف اقسم بالله ما اعرف. طيب السؤال ايديكوا جاهزه؟ طبعا اشرف قاسم اللي جاب الجون. مين اخر واحد حضن واحتفل بيه؟ اخر واحد ولا اول واحد؟ اخر واحد. اخر واحد. انا ركزت مع عشان تشوف. ركزت مع اول واحد. ها؟ مصطفى نجم. لا رضا عبد العال. ركزت مع اول. لا خلاص. واحد. طيب خلاص. ركزت مع اول واحد. يبقى رضا عبد العال عشان يبقى تجاوب. هم كانوا اتنين. انا ركزت في واحد ورا منه واحد. طب هناخد يعني هم في مجموعه تلموا عليه الاول. سابوه وبعدين راح له واحد ورا منه واحد. الواحد الاولاني اللي راح له مين او الثاني اللي يعجبك فيهم؟ اول واحد راح له احمد رمزي. لا انا بتكلم بعد ما المجموعه سابته. محمد صبري تقريبا. هديك اختيارين. لا بعد ما المجموعه سابته. بعد محمد صبري سابه مش عارف مين. سابوه خلاص هو رايح بقى. راح له واحد ثاني حضره طب خلينا في اخر واحد. اخر واحد بقى قول لي الاختيارات. هل هو حسين عبد اللطيف ولا اسماعيل يوسف؟ هم الثلاثه دول. خلينا في الاثنين دول بس. حسين عبد اللطيف
ولا اسماعيل يوسف؟ حسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف؟ لان هو اسماعيل كان تاني واحده بقى. برافو عليك، وريها لنا يا احمد. لان اسماعيل يوسف كان تاني واحد بعد اصل انا حسيت ان هو يقول كده، بس انا بس انا قلت هيقول اول واحد. اهو دي المجموعه الاول اتلمت اهي. اسماعيل يوسف. واخد بالك هيسيبوه بقى خلاص هو يتحرك اهو. بعد ما يتحرك بص خلي بالك بقى، راح له اسماعيل ورا منه بقى مين؟ اهو هيبان حالا دلوقتي اهو. حسين عبد اللطيف. تمام كده؟ تمام. تمام كده. مبروك علاء. بقينا كده 6-4. اذا فاز تاني مره يفوز عليك ابو كبات. ما انا قلت لك يا كابتن انا مش هكمل البيت. انا حد باصص لي في البيت. على كابتن وائل الاباني 6-4. بس عايزين تزيد بقى شويه يا كابتن مدحت. هي الموضوع مش في القيمه. انت هتصرفها ولا ايه؟ هو الموضوع مش في القيمه. لا ده علاء داخل على الطبع ده مفكر ان هيجيب بيها حاجه وهو مروح. انا قاعد بتاع الكشري ولا ايه الحكايه؟ قول لي بلاش امضي بقى. لا تاريخ ايه يا جماعه؟ النهارده كان 29. 29 النهارده 30. لا ده احنا بنعمل تاريخ الحلقه. 29/12/2022 ميلاديا. بس عايز اقول لك على حاجه يا كابتن مدحت. نعم. اي حلقه يجي فيها علاء لازم يجيب الاثنين اللي كسبهم، لان انا شاكك فيه دلوقتي بعد الكلام اللي قاله. انت الاولانيه مش معاك في جيبك النهارده. الاثنين الاولى مش معاك. طب المره الجايه هجيب لي الاثنين. الاثنين حاضر. هرجعهم هرجعهم. اوعى تزور الامضه معروفه. انا معايا اربعه هجيبهم برضه المره الجايه. برافو عليك. كابتن وائل شرفت ونورت. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. شكرا كابتن ربنا يخليك. كابتن علاء شرفت ونورت. شكرا كابتن. شكرا شكرا جزيلا. بقول لكم طبعا وبقول للساده المشاهدين لان مش هشوفكم غير الثلاث الجايه ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه طبعا 2023 للدنيا كلها ولكل المصريين ان شاء الله. عام سعيد باذن الله، الوطن مستقر وهادئ ومتقدم ان شاء الله باذن الله، ونعيش حياه سعيده وهنيئه جميعا ان شاء الله. امين. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.